سليمان وليد استلم على صدره انما رجع تاني على وسط ملعبه بعد ما ارتدوا دفاعيا لعيبه سمنود بشكل كويس، عملوا كثافه قدام منطقه الجزاء. عبد القادر، عبد القادر هاته خط حلو، خطير خطير، ممكن عبد القادر، جول جول جول. الدقيقه التاسعه، احمد عبد القادر الهدف الثاني للنادي الاهلي. يبقى كريم فؤاد في الدقيقه الثانيه، احمد عبد القادر في الدقيقه التاسعه، ثنائيه اهلاويه. الراجل بمهاره خد الاثنين كده ودخل منطقه الجزاء، واحد والثاني والثالث، وعمل له بسن الجزمه، مفيش احلى من كده، حسام حسن عشان يسجل بكل هدوء احمد عبد القادر هدف النادي الاهلي الثاني. كان جايب 9 اهداف الموسم اللي فات بقميص نادي سموحه احمد عبد القادر، والنهارده هو بيعمل الحركه الهجوميه مع زمايله ويسجل الجون الثاني.